السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة. اليوم بدنا نزرع شجرة الليلندي. بدنا نجيب حي الله لون تربة، إذا كانت حمراء أو إذا كانت سوداء أو إذا كانت بيضاء، أهم شيء التربة تكون بيها غذاء. وبدنا نجيب غصن صغير بهذا الحجم من شجرة الليلندي ونغرسه بالتربة ونرجع نسقي التربة من جديد. بعدين نجيب قنينة بلاستيك ونغلف الشجرة حتى ما تبس وما تتعرض للهواء الساخن. مثل ما لكم شايفين حاليا عمر الشجرة شهر ونص تقريبا، واحنا عم نسقيها كل يوم مقدار نص كوباية مي. بدنا نرجع نغلفها، حاليا صار عمر الشجرة 3 شهور. هاي الشجرة من الأشجار الغالية ومن الأشجار الجميلة جدا. مثل ما لكم شايفين منظرها كثير حلو. حاليا بدي أشوفكم جذور الشجرة. جذور الشجرة هاي قوية جدا، وهاي الشجرة تتحمل عطش كثير، وبنفس الوقت تحب المي كثير، يعني إذا سقيتها راح تنمو بشكل أسرع، وإذا ما سقيتها راح تتحمل عطش. مثل ما لكم شايفين جذور الشجرة كثيفة. بعد ما غسلنا الجذور مثل ما لكم شايفين حتى الجذور محصنة، بالرغم من نعومتها إلا أنها محصنة جدا، يعني مثل السيفة قاسية وتتحمل دعك. حاليا بدنا نرجع نزرع الشجرة من جديد، وبدنا نبدل السطل، كانت بسطل أصغر بدنا نحولها على سطل أكبر. بدنا نحط أول شيء شوية تربة بالسطل، بعدين نحط الشجرة، بعدين نضيف شوية تربة على الشجرة ونسقيها، ونرجع نعيد سقايتها كل يومين أو كل يوم مرة. حاليا ما تحتاج تغليف. طريقة زراعة شجرة الليلندي سهلة جدا، بإمكانك تزرعها بأي وقت كان بأي فصل كان، ما بمشكلة. وهي الشجرة أكثر الناس يزرعونها أصحاب الفلل أو أصحاب البساتين. على سبيل المثال أنت عندك بستان ومزروع به أشجار حمضيات، راح تتعرض إلى غبار، راح تتعرض إلى حشرات لا تعد ولا تحصى. ليش؟ لأنه المجال أمامها مفتوح. انت لما تسيج بهاي الاشجار سواء كان عندك فيلا او كان عندك بستان، هاي الشجرة راح يوصل ارتفاعها لاكثر من 10 امتار، وراح يكون سمك الحائط اكثر من 70 او 80 سنتي. لو اجت الغبار من خلال الرياح راح تدخل هاي الغبار داخل الشجرة وتتخزن، وبس دخلنا على فصل الشتاء كل هاي الغبار راح تنغسل وراح تنزل. وايضا لو رجعنا دخلنا بفصل الصيف ايضا هاي الغبار راح تخزن داخل الاشجار. لو رجعنا دخلنا بفصل الشتاء راح تنغسل هاي الأشجار، وكل مرة نعيد الكرة. بنفس الوقت راح تعشعش بها العصافير، يعني راح تسمع أصوات العصافير كثيرة. ومنظر الخضار يكفي، منظر خضار شجرة الليلندي غامق ولونه ما يتغير. وهاي الشجرة غالية جدا، يعني انت اذا بدك تزرع من هاي الاشجار داير ما يدور الفيلا او داير ما يدور البستان، لازم يكون بعد الشجرة عن الشجرة 80 سنتي، يعني اذا بدك تزرع مسافة طول 100 متر اقل شيء بدك 40 شجرة، وثمن الشجرة غالي. لذلك انا انصحك بزراعتها بشكل يدوي حتى ما تتكلف. اتمنى تكونون استفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومة واحدة. بتمنى منكم تعملون اعجاب ومشاركة حتى ما يروح تعبنا على الفاضي. كان معاكم اخوكم مروان منصور من قناة اسرار الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.